شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد في قصر البطين ضمن سلسلة محاضراته تحت عنوان مستقبل البحث العلمي. وقدم المحاضرة التي شهدها عدد من الشيوخ والمسؤولين البروفيسور ديفيد جروس الحائز على جائزة نوبل للفيزياء بمشاركة علماء آخرين والدكتور أحمد عيد المهيري عالم الفيزياء الإماراتي. وتناولت المحاضرة موضوع البحث العلمي الحديث وطبيعته المتعددة وتصنيفاته وكيفية تسريع وتيرته من خلال مؤسسات البحث الحديثة بجانب أكثر أنواع البحوث العلمية تأثيرا. تكلمنا عن رؤية للمستقبل في الإمارات في مجال العلوم النظرية والبيسك ساينس أو العلوم اللي هي تنتج عن فضول، مش فضول وقت بس، إن الواحد يكون فضولي ويبغي يستكشف ويكتشف. وتكلمنا عن كيف إن الإمارات مهيئة للديفلوبمنت في هالمجال.